طبعا مرضى قصور وظائف الكلى فيهم انواع كتيره، بس اهم شيء فيهم طبعا اللي اذا بقبول نصيحه الطبيب المختص اذا كانت الوظيفه اكثر من 60% ينصح بالصيام، اذا كانت وظيفه الكلى اقل من 60% لا ينصح بالصيام، لان طبعا اليوم طويل والليل قصير والشخص ما يقدر يعوض السوائل المطلوبه للمحافظه على وظيفة الكلى. طبعا لابد من المحافظة كذلك على تناول الأدوية الموصوفة بعناية، وخصوصا أدوية ضبط الضغط وأدوية السكري، وخصوصا إذا كان المريض ما بياخدش الإنسولين يستحسن أنه هو يتناول الأدوية في موعدها.